zincirlilik. كانت زوجة الأستاذ النقيب مولاي عبد الرحمن المنصوري السفير الباشا، امرأة مناضلة، امرأة وطنية رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته. عزاؤنا جميعا للأستاذة فاطمة الزهراء، الأستاذ سعد والأستاذ زهير وباقي عائلة المنصوري كبيرا وصغيرا، وكذلك تعازينا لجميع المراكشيات والمراكشيون. سيدنا محمد أشرف المرسلين في هذه المناسبة ديال العزاء ديال الحاجة أم السيدة فاطمة الزهراء المنصوري حاجة عائشة ميدرا، نطلبوا الله في هذا اليوم المبارك أنه يرزقها إن شاء الله الجنة ويرزقها الفردوس الأعلى ويرحمها ويغفر لها ذنوبها ويبارك لها في أبنائها وأولادها، والله يرحمنا جميعا ويرحم جميع المسلمين إن شاء الله يا ربي، والله يغيثنا، الله يرحمها ويولاها برحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، وَلِلَّهِ
ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيربريس وتبارطاجيو مع صحابكم.